مقطع اليوم يا شباب راح يكون تحدي ضد احد المتابعين. حسابه ايش قد 75 74 74 اذا فزت على المتابع راح تجيك 5000 شده. والله كفو طقه. لكن اذا المتابع فاز عليك راح تروح له الي 5000 شده. ليه ليه ليه؟ لا ماكو ايش حكي. يلا خلينا نتعرف على المتابع قبل لا نبلش. لا تنسون اللايك شباب. اذا تحبون تلعبون اي مودي تواصلوا ويانا على انستغرام وان شاء الله نسوي لكم سلسله وين المتابعين وكل متابع يشحن. وانا متاكد انه المتابع راح يفوز لان حسابه قوي. وقلت لكم اني يجي يوم من الايام شخص من المتابعين يشحن مودي. يلا نشوف هسه منو راح يفوز. اوكي خلينا نحكي وياه. ها شلونك يا احمد؟ لبيك مودي اليوم جاهز العب ضدك روم؟ يلا موافق. انا اليوم راح اسحلك وباع حيدر. اذا انا فزت عليك يعطيني 5000 شده، واذا انت فزت علي هو يدز لك 5000 شده. 5000 شده؟ يلا موافق. 5000 شده، جاهز حبيبي؟ جاهز. يلا انفورات مستودع. بس انفورات. يلا. يلا الميدان يا حميد. كتبوا لنا بالتعليقات من تتوقعون راح يفوز؟ خلينا نشوف مودي. وارينا لعبك، وارينا لعبك. يلا قلبي. اذا خسرت محاولتين، اذا فزت محاول. اوكي خلينا نشوف لعبه الكابتن. شوف شو يسوي. هلا والله شباب انت بس باعوا جديد راح يصير حيدر ترى. لا تكمبر لا تكمبر. يلا يلا دلل. وينك حبيبي؟ ها شنو؟ يلا ها يا تيمي. روح 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 ها شاي شنو؟ روح روح روح. هلا والله روح مودي كل يلا اول المودي حلو. اوكي دمج. اوه الحساسيه باول تعليق. ولو ما عندي حساسيه هيك شلون مكان ما له علاقه. شنو ما يبيك؟ يلا احمد فوز. اوه حلو صديقنا المتابع جاب اول كل. هاي النتيجه شنو تذكرك؟ العراق ضد اليابان. اللي بالمسدس راح تني انا بالمسدس. حلو اوه هاي اعتزلت. النتيجه احنا النتيجه النتيجه انا ما لي علاقه ما راح احكي بعد. لا لا ايش قلت 50 ما لي علاقه. حلو 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 فجاه طبت بعيني. ايزي ايزي حضر مسالت حضر. ما يصير هنا تخلي 40 وهو صفر شي؟ ما له علاقه اني. والله قتلته. لا تكمبر ها لا تكمبر. ارجع عادي. بش بش. اي اي جمدني. حلو 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 النتيجه بالتعادل. ما له علاقه. يلا يلا ركز 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 شباب. خلي امسك النقروزه هيك. ممنوع. ايزي 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 والله جلد متابعين جلد متابعين اقوياء. شوف 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 شو راح اسوي بس باوع. شوف شباب الانتقام فيديو اليوم الانتقام. ما شافك ترى ما شافك والله ما شافك وبعدين لقطك وسحلك. حبيبي يا شباب 5000 شده مودي. مودي اقوى ما عندك اقوى ما عندك مودي اقوى ما عندك. ولك هاي راح تحني. تدري شنو جاي يفوز عليك؟ تعادل. هذا الثلج ما جاي يبردني. ملا اكل الله انا ملحت. اوه يابا شنو يا؟ اوه التحدي قاعد يصعب لحد الان. العب يلا العب يلا راح يجيك راح يجيك السفاح. بابا بابا يكمبر يكمبر بابا خردم. والله كفو والله كفو ورب العزه كفو. شوف انا اعطيتك هواي مجال احمد. يلا راح ابلش انا ضد مودي الان. يلا ابلع مودي ابلع. والله بلعك يا حبيبي بلعك. ما تنعفتي
ابلع 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 يا الغالب ابلع ابلع. ايش غير مدنك لا تكمبر لا تكمبر لا تكمبر يا بغير شوي دير طالع لي بس بالنيدات. لك بوش لك بوش لك تخاف فرق كل واحد يلا عادي اقول يا بريد شنو ها تلعب ما بتزلت اي شوف 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 وريني طاقتك اليومين تهنبل علي انا اقوى واحد حلو تعادل والله عموني هاي بالمسدس لا على متابعين ما يصير يلا حمود شنو سدد شنو احمد شنو موضوع والله استنطيت استنطيت ابلع مودي ابلع مودي لا تكمبر حلو والله علقت فيه ظليت كف والله كف 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 هل يصير لاعب قوي ابلع مودي ابلع 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 ما يموت ابلع ما يموت وتبلع يلا ابلع حبيبي عندك درع ابلع ابلع عندك درع ابلع عندك درع لا تكمبر مودي يا بريلوت فاهم كمبر يا بغر ما عنده ما عنده نيم هذا هذا كذاب وين علقت وتبلع 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 ها بردي بردي يا بغر قرب ايه لك وينك وينك انا اطلع لك فنادات البوت فاهم كمبر مكمبر ها كمبر عجبنك النادات والله هو لاعب يلا اطلع اطلع اضحك عليه شوف شوف اضحك عليه ايش بيا اوكي لحد الان النتيجه متعادله يلا والانتباهات اوكي تعادل النتيجة تعادل نمر التعادل تعيد ونشوف هاي اخر محاولة والان يا شباب الجولة الثانية والاخيرة يا ترى خلينا نشوف مين راح يفوز اني قلت لك مستحيل تفوز انت وذكر حكايتي يلا نشوف وايد قاعد تبيك مودي بس انت لا تخليني لا ابوش ولا اكمبر لا لا ما يقدر حلو لحد الان حلو اشو اش بين ايه ابلع لا طالع حضر فلوسك امشي لا لا ابلع مودي لا لا ابلع مودي لا عرفت من النار راح يطلع علينا متاخر لا يا الاسلام كفو والله كفو لا والله ما والله قلت ابلع سلام ودي وينك شو ما مات
لعبه تبلع لو كلامنا هاي شنو هاي يلا تعادل 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 لا 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 ركز 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 احمد ركز ما يجيب التعادل ابلع لا يا اخطيه سوينا بتفاصيل يا مش هذا ايمي مش هذا ايمي ابلع 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 شو الممات يا حبيبي خذ كفر موديفاي شباب غيرت رأيي مبروك عليك 5000 جده احمد عم بطلق انت بس لا تزحلق شنو يا اخو ما العب وياه ابلع سامع لوني حبيبي حموتي حموت حموت حموتي لا تفيك لا تفيك حبيبي البيك مو علي لا شباب مو ده حيصير شدات متأكد يلا مودي شد حالك يلا مودي دقيقتين بقالك لا يلا ما العب انا ها هي ايه شلونك شو اخبارك؟ خليني اشوف الشباب ما له علاقه العب وياك شوف ايش عليك شفت؟ جاب كل قبل استمر استمر ترى دير بالك باخر ثواني دير بالك ها هي شنو بعد دقيقه؟ عفوا 10 ثواني ايزي خطيه ها هي اوه لا تكتله انهي الفيديو انت وياه نعمت فيه شكل عند الناس خلص طلاق يلا ها هي ها هي ها سوالف قديمه سوي نفسك فاصل يلا اوكي شباب مودي فاز مبروك عليك مودي هسه الفيديو راح توصل لك 5000 شده وبعد شو تحب تفتح بيه نفتح بيه ما له علاقه خلنا شوي المتابع احمد ليش خيب ظني غير لازم تفوز على مودي والله يعني ماكو يعني ما يتواجد قوي مو قوي مودي ايه يلا شو تحب تقول للمتابعين احب لما اقول للمتابعين لايك واشتراك حلو ان شاء الله ربي يوفقكم هاي هاي حبيبي شرفت بيك وان شاء الله تحدي الاخر ان شاء الله نطلبك وان شاء الله تفوز ويانا ان شاء الله حبيبي حبيبي انت قلبي انت هلا بيك اوكي شباب وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون احلى لايك واشتراك وتعليقاتكم الحلوه وكتبونا بالتعليقات اذا تحبون نسوي لكم جزء ثاني ويا احلى المتابعين او نفس المتابع نشوفكم الحلقه الجايه تسوون لايك وشير وحساباتنا تحت بالدسكربشن اذا تدون تقويم يا مودي تواصلوا على الانستغرام و بيس